في عنا مين؟ وضاحة من عمتك أم وضاح. هدول أماي جبت لك إياهم مشان أبو عجاج ياخذهم لعدل من جديد. تأمر أبو نمر. إن شاء الله بيعيش. أبو عجاج. أهلين علي خانو. شو وين عمتي؟ ليش مو جاية معك؟ إن شاء الله بلكي بكرة بتجي لعند أمكم. تفضل تقبلني تفضل. الله يديمك برد خالي، والله مستعجل شوي. يوه والله ما بخليك تطلع بدون فنجان قهوة، تفضل تقبلني. إيه نعدلنا شوي. إيه والله جيتك غالي وعزيزة علي، الله يرضى عليك إلهي. يا الله. تفضل تقبلني. يا رويدة رويدة. مين في عنا يا مو؟ يوه عساس ما بتعرفي مين عنا يا بعدي؟ مو هلأ قلت لك إنه وضاح عنا؟ لك ستي حبي قوليني بلا بقصه للسانك. شو حكينا؟ أهلين وسهلين صغري، أهلين تقبلني. شلونك ابن عمتي؟ أهلين رويدة، شلونك؟ الحمد لله. شلون عمتي وسميحة وعمي أبو وضاح؟ الحمد لله. يا عم شوها؟ شو في يا مو؟ شو في؟ شو في يا مو؟ فوتي لي عوضك وليه؟ أهلين أبو محجوب. أهلين. يلا بخاطر. عود أبو نمر. وين صهري لسه ما شربت القهوة؟ إن شاء الله دايمة، عندي شوية شغل. مع السلامة يا وفيها. والله ما يدرى أبو عبده لا يبهدله ويقلل من قيمته. بتعرفي يا مو إنه رشدي اللي ما حدا قايمه من أرضه بيفهم أكتر من عبده؟ والله عبده ما كان هيك، بس من يوم ناسب صبحية انتزعت أخلاقه، يمكن زعلان مشان صفوان. خلص يا مو، أنا بكرة بروح لعند خالك وبحكي له. لا يا مو لا تحكي له، كل كم يوم بتصير رويدة عنا بالبيت وساعتها لا قالون عندي ولا قالي عنده. ما بيصير لك ابني، هدول بيت خالك مو حدا غريب، لازم نضل نحن وياهن أحباب. وهذا البس لمبسبس ما بياكل غير ملبس. معلم معلم جيب لي معك ملبس. ايه تكرم عينك. سلمى قعديني مطرحك خليني شو في عندك. لك بنتي بنتي انتو التنتين عم تشوفوا نفس الشي. مامتي حب عبي سلمى. لك ايه هدف سدوه لأبي. يلا على ابوك يا عمو تعجاني. لك يا ابي عم تسب عليك. استني لقلك. تركن تركن يذبحوا بعضهم. لك عم تسبنا. لسه ما شفت شيء. يا باطل على المصيبة. اعطيني الصندوق ولا تخلي حدا يلعب فيه. ليش ما بدك تطالعه اليوم؟ اخي ابو عبده ما هان عليه يشتغل هيك شغله. الله لا يوفقه. حسدك على الرزقة اللي الله بعت لك اياها، بعدين هو شو دخله فينا؟ هلو رزقة طول النهار ما عم طلع غير برغوتين، لانه في صندوقين، صندوقي وصندوق ابو نجيب. الله لا يرزقه ابو نجيب، متكالب على الدنيا. هلا المهم اخي ابو عبده قال لي كل جمعه مر لعندي وشو بتحتاج خود مني. بالله شو؟ لا حبيبي لا، ما فشلت عينه. ولك هذا بده يزلك. حميل حميل حبيبي حميل. بس اخي ابو عبده عم اقول لك حميل الصندوق. طيب خلص بحمل. شو هالشغل؟ بدي اشوف مين. مرحبا عمي بصفوان. اهلين وسهلين. ابنك صفوان اشترى من عندي حصان ابليس وما كفالك مالت حقه. ايوه وشو المطلوب هلا؟ بدك مالت حقه. لحظه لحظه لك ابني لحظه. زيت لعلاك. هي حصان ابليس والله يسامعك بالمزار اللي اخذته من ابني صفوان. الله معك عمي. الله معك. شو بصير هالحكي؟ اختك مكتوب كتاب على ابن عمتها وبعد كم يوم رح تصير عنده. بقى شوفي اذا سلمت عليه. يا ابي والله ما تحملني مخي منوب. لك عمتي انت وضح مثل الاخوه وربيته سوا، نسيت قديش كنتوا تحبوا بعض؟ ايه وقت كانت مخطوبه لصفوان على امي ما سلمت، هلا صار ما عليه شيء تسلم على وضح وتشوفه. اسكتي ولك ومن ضبي على اوضتك ومن هلا ورايح لبقى تفرجيني وشك منوب. قومي. طول بالك اخي طول بالك، شغله مو محرزه. كله منك. شو عم تقولي لك؟ ما قالت شي اخي ما قالت شي. طولي حالك، قصة مو مستاهلة. اللهم صلي عليك يا نبي. اللهم صلي. شو المصيبة هي؟ بارك عليه. قلي عمك طلع صندوق اليوم؟ ايه طالعه بس ما شغله، حاطه قدام الدكانة وقاعد جوا. ليك؟ لك انا ما قلت له ما يطالعه ويلاقي له تصريفة؟ لك انا ما قلت له اذا بشوفه مرة ثانية بدي كسر رؤيا؟ يا ابي اتركه يتسبب، شو بدك فيه؟ شو هالحكي؟ اتركه يتسبب؟ لك هاي الشغلة نحن هي من قيمتنا؟ والله بينتك طالع له انت اللي خر.
لك يا وفية سكتينا الولد بقى. يصطفل أخي، هو مبسوط هيك. لك أختي، أنا ما بدي إياه يبهدل حاله قدام الناس. خلصنا يا رجال، هو ومرته بيعرفوا شغلهم. أصلاً كل بلانا من مرته. إيه أختي، خليك عنا اليوم نتغدى سوا. الله يديمك يا أخي، بس أبو وضاح بيجي من الشغل تعبان، بده يتغسل وياكل له لقمة وينام، غير مرة إن شاء الله. لا أختي، بيتغدى هون بعدين بيروح بيتغسل بينام. على كل حال أنا بدي أسأله عن الشيخ وضاح، والأهم من هيك إنه رويدة عزمتكن على الغدا اليوم، مو هيك يا أبي؟ آه إيه يا أبي. الله يديمك ويخليك فوق راسنا وتفرح فيهم يا حق. الله يسلمك. روح يا أبي لعند ابن عمتك وضاح وقل له بيقول لك أبي أنت وأبوك معزوم لعنا على الغدا اليوم. إيه تقبرني، قل له أمك عنا وبس يجي أبوك جيبه وتعا، وإذا ما إجا يجي لحاله. على راسي عمتي أم وضاح. لك تقبرني أنت شو بتفش القلب. أخي الغايب عذره معه، هلأ أبو وضاح يمكن ما يجي لبعد المغرب. ها ولا يهمك أختي، أنت تركي على روح. الله يخليك، خلي رويدة تنزل تتغدى معنا. لك أختي والله ما جرت العادة هيك، بيصير يعني. تقبرني، والله ما في حدا غريب. والله أنا ما بقدر أرد لك طلب. إيشو علي، خليها تنزل. الله لا يحرمني منك، طول عمرك حنون تقبرني. الله يسلمك. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين. أهلين فيكي تقبريني. شلونك يا عمتي؟ أهلين رويدة. يا بي، هاي شغلة ابن عمتي بدك تنسيلي إياها. من هلا ورايح بتقولي له ابن عمي. يهلك أخي، أبي ضل ابن عمتها. لا أختي ما بصير، علي أبو وضاح بياخد على خاطره. وينو عبدو؟ يلا ليكو عم بيصلي ونازل تقبرني. ورجلي مالي شايفته. رجلي بالمشغل، هلا عبدو بيروح ببعثه. يلا تقبريني، هاتي صحنك. يلا مدوا ايدكم. يلا قولوا بسم الله. تفضل أختي تفضل. أحوال الناس تعبانة والبرية ما فيها عرق أخضر، الدواب عم تموت وأصحابين الطرش انخرب بيتهم، ربي يكون بعونهم. الله يجيرهم. آمين يا رب. إيه أبدها، شلون صارت صحته للشيخ نزيل؟ إن شاء الله أحسن. لا الحمد لله تحسن كتير، بكرة من الصبح رح يروح على الجامعة. الله يعافيه ويقويه ويشد من همته يا رب. آمين يا رب. يا جماعة انتو بتعرفوا انه وضاح ابنكن قبل ما يكون ابني. ايوه ان شاء الله. وعرس وضاح راح يكون عرس كبير وراح يحضروه ضيوف كتار، بقى بدنا همتكم. لعيونك ابو وضاح. فرحة وضاح فرحتنا كلنا يا مختار. الحارة كلها تحت امرك يا مختار، نحن كم وضاح عنا. لا تهكلام ابو وضاح، نحن من ايدك هاي لايدك هاي. الله يبارك فيكم ولا يحرمني منكم. يعني يا جماعة بلا منقوليه، أنا والد العروس وما بصير أحضر. أنت مفضل يا أبو عبدو بحضورك وبغيابك. لا يا أبو طاح، فضلك ثابت. يخلي لي إياك يا رب. بقى يا جماعة، هالضيوف جايينا من مطارح بعيدة، لازم نقوم بواجبهم ونأمن منامتهم. أخي أنا مني وعلي رح فضل خان قبل العرس بيومين، رح خلي الشباب ينظفوه ويجهزوه ونستقبل كل الضيوف فيه. بعدين كلكم تعرفوا بيتي فاضي، ما عندي حدا. المختار أبو قاسم والشيخ وضاح بيناموا عندي، وأنا بيتي جاهز يا مختار. وبيوتنا تحت أمرك، أنت بس اطلب نحن جاهزين. وأنا راح أفضي قهوة للضيوف. لك الله يديمكم. علي ما علي، أنتوا رجال بتبيضوا الوجه وبترفعوا الراس. بكرة إن شاء الله بيكون جاهز وبيكون عندك بإذن الله. الله يعطيك العافية. طيب أنت شو رأيك بالجهاز؟ والله تسلم الوكي، ظريف كثير. الله يجبرك يا أبو قاسم، بدي تفحص الجهاز قطعة. يعني بدي اياه يكون كامل مكمل. ها تكرم عينك. الله يكرمك. تكرم تكرم. وشفني شو حسابك عشان احاسبك؟ لا بيناتنا هاي. لا اله الا الله يا ابو راتب، انت لازم تاخذ حسابك وقبل ما يطلع الجهاز من الدكان. على حسابك ولو. الله يسلمك يا ابو راتب. يلا السلام عليكم. وعليك السلام. مع السلامه. هوني. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلي وضاحو. أهلين يا مو. شلونك يا بي؟ أهلي الله يرضى عليك. شلونك يا مو؟ الله يرضى عليك. شو يا بي، نصبتوا بيوت الشعاع؟ إيه يا بي نصبناه. وانت شغلك جاهز؟ هلأ جايين نسوان الحارة يساعدوني بالشغل. وانت يا بي وصيته بفخري مشان الدبايع؟ إيه يا بي وصيته. الشيخ وضاح وأبو قاسم وجماعتهم إمتى رح يصلوا؟ على بني بعد صلاة الظهر.
مشان هيك لازم نروح على بيت اخوك يا ابو عبدو وناخد الجهاز. يمكن اجوا النسوان، قوموا تقبروني على المضافي. يلا يا ابي يلا. يلا ربي ما يهنيك يا رويدة، الله يقصف لك عمره وعمر ابوه قبل غياب الشمس. الهي وانت جاهي يا رب. ولك تضربي انت وهالمنطق. لوين رايح؟ شو لوين رايح؟ على بيت اختي. انا ما قلت لك لا تروح. ولك مالك شايف الناس جايين من اخر ما عمر الله مشان يحضروا عرس ابن اختي وانا ما روح؟ ماشي الحال روح. لك يا مو خليه يروح، خليه يروح يفرح لوضاح. ضفر وضاح نسوى راسك تضرب انت وامك. يا مو اهلين وسهلين بالست مقاسي بالمهلي اختي ام وضاح، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. خسارة يا جدي والله خسارة، ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.